دلوقتي هسيب حضراتكم مع موجز الاهم واخر الانباء بصحبه زميلتي دينا شرف. اتفضلي دينا. شكرا لك مصطفى. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث إطلاق نار ومتمنيا له السلامة. وجدد الرئيس السيسي الإدانة لجميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب والكراهية. كما نوه الرئيس السيسي إلى الروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما ثمنه ترامب الذي توجه بالشكر للرئيس السيسي على اللفتة الكريمة. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي. وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان أن الأمانة الفنية للمجلس سوف تعكف على مراجعة المقترحات واستكمال تلقي التوصيات تمهيدا للوقوف على صياغتها النهائية. ونظم الحوار الوطني جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل باعتبارها جزءا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا إسرائيليا استهدف خان يونس ورفح الفلسطينية جنوب القطاع، بالإضافة إلى مخيم البريج ومدينة غزة وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 55 فلسطينيا خلال 24 ساعة الماضية. تجمع مئات المحتجين داخل مبنى الكونغرس الأمريكي لمطالبة بوقف الحرب على غزة قبل يوم من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام جلسة مشتركة لمجلسي المؤسسة التشريعية. وخلال التجمع شكل المشاركون حلقات دائرية داخل المبنى وهم يلبسون قمصانا حمراء في إشارة إلى حجم المجازر في قطاع غزة. ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحرية لفلسطين ووقف الحرب على غزة والكف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة. أعلن حزب الله اللبناني استهداف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية أثناء تحركهم في موقع العاصي شمال إسرائيل. كما أعلن حزب الله أنه هاجم بالمسيرات قاعدة جبل نوريا، حيث يوجد مقر كتيبة تضم قوات من لواء جولاني، وأوضح وأوقع إصابات مؤكدة فيها. ومن جانبه قال جيش الاحتلال أنه قصف عدة بلدات في الجنوب اللبناني. دعت الولايات المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار بواسطة أمريكية تبدأ في 14 من أغسطس في سويسرا. وأوضح بيان للخارجية الأمريكية أن الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة سيشاركون في المحادثات بصفة مراقب، وأن السعودية ستشارك في استضافة المناقشات. وفي الوقت نفسه قالت الخارجية الأمريكية أن حجم الموت والمعاناة والدمار في السودان مدمر، ويجب أن ينتهي هذا الصراع. ختام موجز 8، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.